كيف نقوم بربط كاميرا مراقبة مع الهاتف بدون إنترنت بدون جهاز DVR XVR بطريقة سهلة جدا؟ يمكنك ربط أي كاميرا مراقبة كيفما كانت من هيكفيجن، دهوة أو أي ماركة أو براند آخر، يمكنك ربطها مع الهاتف تشاهد المباشر وكذلك التسجيلات بطريقة مبسطة، لن تكلفك الكثير، فقط بعض الأشياء البسيطة المتوفرة سوف تستطيع الحصول على نظام كاميرات مراقبة متكامل بالمشاهدة المباشرة والتسجيلات بدون تلفاز بدون إنترنت. إذن لنبدأ الشرح. بطبيعة الحال سوف تحتاج إلى هاتف، مثلا يكون لديك هاتف قديم لا تستخدمه في الاتصال. أول شيء سوف نستخدمه هو هذا المحول OTG USB. سوف تقوم باستخدام المحول الذي يناسب فتحة الهاتف التي لديك، مثلا أنا لدي هنا Type-C هكذا. جيد جدا. ثانيا سوف نحتاج هذه الأداة رخيصة الثمن ومتوفرة في كل مكان، وهي USB to AV كما تلاحظون هنا، تعطينا بورات الAV. جيد جدا. ثمنها لا يتعدى $5 أو $6. أيضا سوف نحتاج إلى هذا المحول AV2BNC، ولكن لا تقلق إن لم يكن لديك هذا المحول لأن هناك الكثير لم يجد. يمكنك استخدام كيبل كويكسيال وكيبل AV أو كيبل RCA. كما تلاحظون نقوم بربط السالب مع السالب والموجب مع الموجب، ونقوم باستخدامه إن لم تجد بطبيعة الحال هذا المحول، فالطريقة سهلة جدا. وبطبيعة الحال سوف نحتاج إلى كاميرا مراقبة. بطبيعة الحال الطريقة سوف تنجح معك مع أي كاميرا مراقبة كيفما كانت، لكن هناك بعض الأشياء سوف أذكرها لكم في الأخير مهمة جدا. أولا يجب أن نقوم بتحميل تطبيق USB كاميرا. ها هو ده التطبيق، نقوم بفتحه هكذا كما تلاحظون. نقوم بإدخال هذا المحول USB to AV. تأتينا هذه الرسالة، نضغط على أوكي ثم نضغط على أوكي مرة أخرى. بهذه الطريقة الآن اشتغل الجهاز. نعمل الروتيشن هكذا لكي يظهر معنا كل شيء. جيد جدا. الآن نحضر الكاميرا، نقوم بتزويد الكاميرا بالكهرباء عن طريق محول 12 فولت. الآن نحضر هذا الكيبل الذي قمنا بصناعته، وطرفه كويكسيال والطرف الآخر RCA. نقوم بإدخال الطرف الأول في الكاميرا بطبيعة الحال BNC. أما بالنسبة للطرف الآخر فنقوم بإدخاله في البور الأصفر الخاص بالفيديو هكذا كما تلاحظون. الكاميرا اشتغلت هكذا، لاحظوا معي بدون أي تعقيدات بدون أي مشاكل. يعني في هذه الحالة الآن الهاتف يحل محل التلفاز المباشر. ها هو ده شغال. بالنسبة للتسجيلات نضغط على هذه العلامة ونضغط على علامة ريكورد فتبدأ التسجيلات كما تلاحظون هنا. ها هي دي الآن التسجيلات والمباشر على الهاتف من كاميرا المراقبة بدون إنترنت وبدون جهاز XVR أو DVR.
طريقة جميلة، طريقة اقتصادية للناس التي لا تملك مثلا المال لشراء نظام كاميرات مراقبة متكامل، أو فقط للناس التي تحب تجربة مثل هذه الأشياء. أنا أحب تجربة مثل هذه الأمور كما تلاحظون، جيدة جدا. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل أي كاميرا مراقبة أدخلها في الهاتف هكذا سوف تشتغل مباشرة بدون أي مشكل؟ الجواب هو لا. إن أردت أن تشتغل معك كاميرا المراقبة مباشرة بدون أي تعقيدات فاسمع هذه النصائح. إن كنت لم تشتري كاميرا مراقبة بعد فأنصحك باختيار هيكفيجن. لماذا؟ لأن الكاميرات يكون بها محول فيديو خارجي، هذا المحول كما تلاحظون نقوم بالضغط عليه لمدة 7 ثواني أو 10 فيقوم بتحويل صيغة الفيديو إلى CVBS، لأن هذه الصيغة هي التي تشتغل مع هذه الطريقة التي قمنا بشرحها في هذا الفيديو. وإن أردت الرجوع إلى صيغة TVI التي هي الصيغة الأصلية لكاميرا هيكفيجن فيكفي أن تقوم بالضغط على المحول فتقوم بالرجوع إلى TVI. لكن بالنسبة لكاميرا من شركة دهوة فالأمور معقدة قليلا، فأنت تحتاج إلى الدخول إلى الإعدادات المتقدمة للكاميرا وتقوم بتحويل الصيغة من CVI إلى CVBS. طبعا طريقة الدخول إلى الإعدادات المتقدمة لكاميرا المراقبة شرحناها مسبقا في القناة، يمكنك الرجوع إلى تلك الفيديوهات. لكن يجب أن تعرف أنه لكي ترجع إلى صيغة CVI مرة أخرى فأنت سوف تحتاج إلى محول فيديو خارجي. لهذا إن كنت تريد أن تجرب هذه الطريقة فقط من أجل التجربة فسوف تعاني من مشكل تشغيل كاميرا مرة أخرى مع جهاز الـ XVR وسوف تحتاج إلى محول فيديو لكي تقوم بالرجوع إلى صيغة CVI. لهذا نصيحتي لكم يا إخوان، إما أن تشتغلوا بكاميرا هيكفيجن أو كاميرا من النوع القديم الأنالوج، الكاميرات القديمة لن تحتاج منك أي تعديلات في الكاميرا سوف تشتغل مباشرة، أو كما قلت لكم إن كنت سوف تشغل كاميرا دهوة فسوف تشغلها دائما إما مع الهاتف أو مع التلفاز مباشرة كما شرحنا مسبقا. إذن يا إخوان كان هذا كل شيء لفيديو اليوم، إلى اللقاء يا إخوان في فيديوهات أخرى، وإن كان يعجبكم مثل هذه النوع من الفيديوهات اتركوها لي في التعليقات.